سميتي الرافعي احمد، اب لرباط الوليدات. السكن ما كاينش، هذا المرض بدا لي تقريبا دوكا 8 سنين كنت خدام على راسي وداك الشيء، تا مرض فشل الكلوي، والزمان صعيب وعندنا المرض صعيب والتحاليل غاليين والدواء غالي والزمان صعيب عليا وبغيت لك شي محسنين تعاونوا معايا الله يجازيهم بخير. تندير جوج وما قادينيش لا في الصيمانة وما قادينيش، خصني ندير ثلاثة جوج ما قاديش. 8 سنين دابا انا باش تنعاني في هذا المرض من 2014، أواخر ديال 2014 واليوم راه 2022 هادي تنسكن هنا في مدينة عسلي وغاتنطلبها تنطلب المحسنين تنطلب من الله والمحسنين، لكن شي محسنين في هاد العيد يتعاونوا معايا الله يسهل عليهم. بغيت لك انا شو محسنين الله يجازيهم بخير يتعاونوا معايا. عندي رقم التليفون 06 16 46 65 41، مدينة اسفي، السكنة ضرب الزاوية رقم 26، مدينة قديمة. انا ديما تكون في هاد البلاصة هنايا، اللي يبغاني راه يلقاني في هاد البلاصة، راه ديما انا هنايا، واللي يسول عليا راه يوروني الدرة، كاملين الناس عارفيني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.